تونس الحصينة، مؤلف جماعي أصدرته لدارز باللغة العربية والفرنسية في الذكرى الستين لتأسيس جيشنا العتيد، فجاء شكلاً ومضموناً تكريماً للمؤسسة العسكرية التي ظلت منذ الاستقلال تعمل بصمت مضطلعة بمهامها على أحسن وأكمل وجه في صيانة أمن البلاد وسلامتها الترابية في كنف الولاء لقيم الجمهورية. في تقديمه لهذا المؤلف يقول توفيق لحبيب: لقد أردنا أن نثير اهتمام مواطنينا بخصوص هذه المؤسسة التي لا يعرف عنها الكثير والتي يتعين كتابة تاريخها، وبهذا العمل فتحنا صفحة من هذا التاريخ. في الجزء الوارد باللغة العربية يطالعنا تحقيق حول دور القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب في جبل الشحامبي واعترافات قائد إرهابي خطير ألقي عليه القبض، إضافة إلى لمحة موجزة عن تاريخ الجيش الوطني مع تركيز على نواته الأولى. أما في الجزء الوارد باللغة الفرنسية فيقدم الأستاذ محمد العزيز بن عاشور بسطة عن الرتب والأزياء ضمن الجيش النظامي عند تأسيسه في عهد البيات، ثم نتعرف على مؤسسي الجيش الوطني اللواء محمد الكافي واللواء لحبيب الطبيب واللواء لحبيب السوسي واللواء محمد الصالح المقدم، وذلك قبل الخوض في حدثين هامين وهما معركة بنزرت من خلال شهادة الفريق أول المتقاعد محمد سعيد الكاتب، وإرسال فيلق يضم 3000 جندي إلى الكونغو في إطار الأمم المتحدة لحفظ السلام في هذا البلد، وذلك من خلال رواية العقيد المتقاعد بوبكر بن كريم. ويتضمن كتاب تونس الحصينة إلى جانب ذلك مقالات تشيد بمناقب اللواء المرحوم عبد العزيز سكيك والعقيد المرحوم الأسمر بوزيان والعقيد المرحوم حميد الفرشيشي. ويختتم الجزء التاريخي من الكتاب بتقديم قادة الحرب الحاليين الذين يشكلون حول وزير الدفاع المجلس الأعلى للجيوش، وهم أمير اللواء إسماعيل الفتحلي رئيس أركان جيش البر، وأمير اللواء فؤاد العلوي رئيس أركان جيش الطيران، وأمير اللواء بالبحرية عبد الرؤوف عطالله رئيس أركان جيش البحر، وأمير اللواء توفيق الرحموني مدير وكالة الاستعلامات لأمن الدفاع، وأمير اللواء جمال بوجاه المتفقد العام للقوات المسلحة. وخصص فصل لملحمة بن قردان من خلال تحقيقات وسرد للأحداث حسب تسلسلها التاريخي وشهادات وإشادة بأبطال هذه المعركة التي انتصر فيها الجيش التونسي. ويحتوي الكتاب كذلك على استعراض لمؤسسات التعليم العسكري العالي وللأفواج والوحدات المتخصصة، ويقدم المؤلف بالخصوص معهد الدفاع الوطني وفوج الشرف وفوج المهاري إلى جانب المنارات. وأفردت العسكريات التي يتبوأن مواقع متقدمة في النقل والإرسال وقيادة البوارج والطائرات بفصل خاص بهن من خلال لمحات عن حياتهن ونشاطهن في صفوف الجيش الوطني. وفي الجزء الأخير من الكتاب يتناول أمير اللواء محمد المدب بالبحث والتمحيص قضية الخدمة الوطنية، في حين يبدي أمير اللواء محمد النفطي وجهة نظره بشأن مستقبل الجيش. تونس الحصينة مؤلف متميز يليق بمؤسستنا العسكرية وهي تحتفل بالذكرى 60 لرمز مناعة تونس جيشنا الوطني العتيد.